والراجل ما توفقش فيه، منتصر في المساحة، أرى منطقة جزاء بنك الشرطانية بالشمال، عرضية يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، إيه يا العرضية باينة، العرضية باينة، حلوة حلوة من منتصر، عملها منتصر هو المفتاح، لكن مين اللي سجل؟ ده مين؟ هل بقى عاطف ولا ده عبد الرحمن؟ لا شكله محمود عبد الرحمن، هو رقم 10 محمود عبد الرحمن الأول للمنيا، وأدي الفرحة الجماهير. أول هدف للمنيا في اللقاء، وأول هدف أهو في الموسم للمنيا، محمود عبد الرحمن يفك النحس على أرضه، لكن هو منتصر. يا سلام يا منتصر يا ابني، وهي رايحة قلنا حلوة 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 كورة، هنا أهو خطأ دفاعي من عبد الحفيظ، استغله منتصر، هدي على كورته، لعب عرضية أحلى أحلى الرأسية، نموذج الولد الطاير، واخدها محمود عبد الرحمن على شمال مصطفى عبد الستار، يا ساتر يا عبد الستار، لكن أهو أول الأهداف للمنيا. شي بشماله ينقل الكرة حلوة يا ابني، بيفكر يسدد حليم ما سددش، أحلى التغطية، أحلى جول جول، صح لسه بقول طامية عايزة تعمل حاجة، عملوها 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 يا ابنها شباب طامية، هدف حلو حلوة، الكرة ملعوبة، قطع 10 على 10، والباص مفيش أحلى من كده، والدقيقة 53 يتعادل شباب طامية، صح المنيا نازل مهدي الجيم جامد ومهدي اللعب وبيدافع ومأمن قوي على منطقة جزاء، ولكن إسلام محمود ضيع كتير، إسلام ضيع كورتين، لكن نجح يا ولد على القطع يا ابني، يا ولد على القطع، خطف خط ضاق المرة دي بقى، خد القرار هو بتطول منه، بس واخد قرار ان هو هيلعبها يسد ويلعب اهو، 10 على 10، هاني عبد الفتاح نموذج، حطها حلوة طولية، قطع احلى، شوفوا حضراتكم اهو هنا بالنظر، وقف استنى، خد القرار، اسلام قال له تمام، راح واستقبل الكرة في المكان المناسب، ومحمد حسنين على ما طلع الكرة جوه ما فيهاش اي حاجة، والشبكة مقطوعة عدت لبره. مفروض ان يعني مساعدين الحكام قبل المباراه بيتشكوا بيعملوا كده فحص للشبك قبل اللعب، لو في حاجه مقطوعه بيشاور، ممكن تعمل مشكله كره زي دي، والعاده من هنا. سلام، هل رجليه جابت رجليه الشمال ولا ايه؟ مش عارف، ولكن هنا تبين اكتر واكتر بقى. سلام على التصوير، 10 على 10 بصراحه، حرام عليكم والله، اقسم بالله فيها كلام، لا كده فيها كلام، كده فيها كلام، لان هو الراجل زق الكوره جوه منطقه الجزاء، واحنا طول عمرنا بنلعب كوره كان يقولون اوعى الراجل لو زق الكوره وانت في ظهره تقرب من رجليه، خلاص هو اقرب للكوره، استلم وراح، هتبقى ضربه جزاء، لكن التصوير بصراحه يفوق كمان التصوير في الممتاز بامانه، بالتغطيات اللي بنشوفها من الزوايا المختلفه، تصوير عالي جدا 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 للممتاز به. عبد الله رمضان بيتكلم مع حكم اللقاء محمود رشدي، مش هيفيد الكلام يا عبد الله، خلاص محمود عبد الرحمن وضربه جزاء، والدقيقه 75، هل محمود يفرح المنيويه؟ هنشوف، محمود ومصطفى، محمود ومصطفى، اوه يا ولد، حطها على شمال مصطفى عبد الستار عشان يبقى الثاني للمنيا 2-1، هدف في وقت قاتل جدا بصراحة، مع دقيقة 76 المنيا دخلت في شوط تاني من ضرب الجزاء، عكس ان الشوط التاني كله سير في اتجاه شباب طامية، فرص استحواذ لعب نقل شكل جميل جدا مع الشوط التاني بصراحة. ادي محمود عبد الرحمن، تاني اهداف المنيا في بطولة الدوري السنة دي، وتاني اهداف اللقاء، وتاني اهدافه هو شخصيا، هدف الشوط الاول، وادي هدف من ضرب الجزاء في الشوط التاني. حطها حلو بصراحة، هو الراجل حطتها عكس اتجاه الجون، هو بيلعب برجلي اليمين بيحطها على شمال مصطفى عبد الستار، اقول اللي زعلان الراجل وتعبيرات الزعل واضحة عليه. محمود رجب يزقها الاسلام سعيد، اسلام اسلام، عرضية قوية قوية، اوه الله، فان باستن يا ابني، فان باستن شباب طامية، يا نهار ابيض، ايه ده ايه ده، ده هدف عالمي عالمي، لو انت قاصد يبقى انت يا ابني مالكش حل، يا نهار ابيض، هدف ساحق ماحق زي سيرف التنس، ياي اسلام سعيد، صبر 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 على الكورة، وخدها وهي مريحاله من هاني عبد الفتاح، والدقيقة 92 تشهد لو تفتكروا هولندا وروسيا
وايه ده سيفه فان باستن هو بالكربون، لكن من ايه ده من نفس الزاويه فعلا، لا الناحيه الثانيه كانت من ناحيه الشمال ايام هولندا في الجيل الذهبي، رد خولات وكومان وريكارد وفان باستن وبروكلين، فان بروكلين حارس المرمى كانوا بيلعبوا منتخب روسيا، وده سيف كان احسن جون في العالم اتحطت له كده من فان باستن بالظبط بنفس الشكل، لكن الثانيه كانت اقرب كمان من خط المرمى 2-2. يا نهار ابيض لسه بقول